قال لي صاحبي ولاه تعال شوف اقعد وخبرني شو قصدك فيها هيدي نغمة العيش المشترك اللي لاحقني فيها ليل نهار ونازل تعليقها كل يوم على التلفزيون. قبل ما افتح تمي رجع قال ولاه شو يعني العيش المشترك؟ انه انا هلأ عايش واللي معه مليار دولار عايش؟ انه انا مسلم ما معي امشي والمسيحي اللي ما معه ياكل عايشين؟ وفي مسيحي معه مليارين ومسلم معه 3 مليارات كمان عايشين؟ انه مشترك يعني مين مشارك مين؟ انه البلد حمام مشترك يما طريق مشترك؟ اوعى تقلي مصير مشترك، اوعى. انا مصيري عارفه، رح يجي يوم يقول علي وعلى اعدائي يا رب، بس هوديك مش عارفين شو مصيرهم. تركني وفل قبل ما افتح تمي، بس انا كنت عارف انه اللبنانيين اهل واخوة، واللي بيصير على الغني بيصير على الفقير. هذا رأيي، فكر فيها.